So glory be to him in whose hand is the dominion of all things. Malakut means mulk, the vav and ta have been added for hyperbole, and to whom you will be returned, restored, in the hereafter. Meccan, it consists of 182 verses, revealed after, Surat, Al-An'am. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ياسين, God knows best what he means by these letters. By the definitive Quran, made definitive by its marvelous arrangement and unique meanings. You, O Muhammad, S, are indeed of those sent by God. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين On A, Allah is semantically connected to the preceding statement, straight path, that is, you follow, the way of the prophets before you, enjoining, the affirmation of God's oneness and guidance, the emphasis 501 expressed by the oath, in, by the definitive Quran, and the remainder, of the statement, is a response to the disbelievers saying to him, you have not been sent, by God. A revelation from the Mighty, in his kingdom, the Merciful, to his creatures, Tanzil al-Aziz al-Rahim is the predicate of an implicit subject, namely, al-Quran.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون That you may warn, therewith, a people, common, connected to Tanzila, a revelation, whose fathers were not warned, in the period of the interval, Al-Fatra, so they, this people, are oblivious, to faith and right guidance. The word, for chastisement, has already proved true, it has become due, for most of them, for they, in other words, most of them, will not believe. Indeed we have put fetters around their necks, to bind to them their hands, because gull, is a fetter that, shackles the hands to the neck, such that they, the hands, are, bound, up to the chins, adkin is the plural of dakin, which is where the two sides of the beard meet, so that their heads are upturned, they are unable to lower them. This statement is figurative and is meant to indicate their inability to yield to faith or to lower their heads to it. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. And we have set before them a barrier, red sad dan or sudden in both instances, and behind them a barrier, so we have covered them, so they do not see. This is also figurative, depicting the way in which the paths of faith are closed to them. And it is the same to them whether you warn them, read an harchem, pronouncing both hamzas, or by substituting an aleph for the second one, or by not pronouncing the second one but inserting an aleph between the one not pronounced and the other one, or without the insertion, or do not warn them, they will not believe. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. You can only warn, in other words, your warning will only benefit him who follows the remembrance, the Quran, and fears the compassionate one in secret, who fears him despite not having seen him. So give him the good tidings of forgiveness and a noble reward, namely, paradise. Truly it is we who bring the dead to life, for the resurrection, and record, in the preserved tablet, what they have sent ahead, during their lives, of good or evil, that they may be requited for it, and their vestiges, what conduct was followed after them as good practice. And everything, kula shay'in, is in the accusative because of the verb that governs it, and is the following, We have numbered, we have recorded precisely, in a clear register, a clear book, namely, the preserved tablet. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. And strike for them as a similitude, Mathalan is the first direct object, the inhabitants, Ashaba is the second direct object, of the town, of Antioch, Antakya, when the messengers, namely, Jesus's disciples, came to it, Idjah Hail Mursaluna is an inclusive substitution for Ashaba el-Kariati, the inhabitants of the town. When we sent to them two men, and they denied them both, from it arsalna ilayhim ithnaini fakadhabuhuma to the end is a substitution for the previous id, when, so we reinforced, them, read fa azazna or fa azazna, in other words, we reinforced the two men, with a third, and they said, we have indeed been sent to you, by God. They said, you are nothing but humans like us, and the compassionate one has revealed nothing. You are only lying.